المنافس، ولكن قد تكون من كرة وكرتين يصل من خلالها الفريق. الكرة إلى بكاي مر بشكل رائع وهدف، ولكنه هنا جول للساحل من البديل الرائع بكاي الذي يسجل هدفا رائعا في هذه اللحظات. هذه الورقة التي لا قالوا لك عن الورقة الرابحة، بلا شك بكاي الذي أعطى إضافة جميلة ورائعة في بدايته وفي لمساته الأولى، وبعد الكرة كانت حاضرة من أمام مرمى إيمانويل. بكاي يسجل هدف التعادل في هذه اللحظات وسط دفاع حضر وكرة مرت من أمام دفاعنا عالية من أمام إيمانويل. شاهد اللقطة، شاهد اللقطة، شاهد التحرك، شاهد القدم اليمنى، مر بشكل رائع من أمام إيمانويل وسدد كرة، ولمساتي تركي سفياني، أسيست رائع من سفياني إلى بكاي الذي يسجل هدفا رائعا في هذه اللحظات. هدف تعادل رائع، هدف تعادل جميل، مباراة جميلة، مباراة رائعة. جولات بلا خسارة، نعم خلاص لم يتبقى إلا الوقت بدل الضائع. شوف هذه، شوف هذه، شوف، يا الله على المهارة يا غالي، يا الله على الكرة يا غالي. وهذا الخطأ المكلف جدا من أحمد الحافظ ينهي الأمور مع هذا اللاعب. الساحل ملعوب الكرة إلى لاوسن، هنا من أمام عدى مر انطلق الأسمراني مرور، يا سلام، الله على الفرسان، الله 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 على الفرسان في أرضية الملعب. لاوسن يحضر بالثالث هنا، المفاجأة تحضر، نعم توقعها أعز، أو هنا المتفائلين هنا في الساحل لم يتوقعوا بأن تصل إلى الثلاثة. يا الله على مباراة، أعطينا الإعادة، أعطينا الإعادة منذ البداية، مر حاول قاتل وصل سدد وسكن الثالث الأهداف في الشباك يا لاوسن في أرضية الملعب. الكرة والصعوبة حول الساحل داخل منطقة الجزاء، يعدي الشهراني الكرة معاه ومحاولة عرضية اللعب ومحاولة بالراس، الله هدف جميل جدا. طير شوف الإعادة الماضية والعرضية والرأسية الأجمل من خلال بيكون يسجل هدف الأول. شوف 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 الارتقاء الجميل والنهاية السعيدة من بيكون يسجل الهدف الأول للساحل يتقدم من خلاله. من حلول فردية هذه واحدة منها أن يحضر من خلالها الأهداف. أوليم أوليم بالكعب، يا سلام، جيبولا ومع سجل هدفا رائعا في هذه اللحظات. هذه الورقة التي لا قالوا لك عن الورقة الرابحة، بلا شك بكاي الذي أعطى إضافة جميلة ورائعة في بدايته وفي لمساته الأولى، وبعد الكرة كانت حاضرة من أمام مرمى إيمانويل. بكاي يسجل هدف التعادل في هذه اللحظات وسط دفاع حضر.